اليوم باش نحضر مع بعضنا خبيزات محشيين بالبعجينة قطنية وخفيفة، حشوة لذيذة ومهيش مكلفة. نتعدى للمقادير وطريقة التحضير. ما ننساوش باش تخليوا لي لايك للفيديو. نشكركم على الكومنتات الحلوين. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحضر مع بعضنا خبيزات محشيين بأي حشوة متوفرة، مع انه توا الدنيا سخنت وصيف، ماذا بينا معناتها نلوجو كان على حاجات هكا خفيفة. نبداو على بركة الله. اول حاجة عندي لهنا 500 غرام فرينة، عندي ماء وعندي ملح هكا هاو، هذه هكا لا خميرة لا حتى شيء، العجينة بالخميرة لا حتى شيء. حبيت نقول لكم شكرا على الكومنتات الحلوين اللي تخليوا لي فيهم، شكرا على الدعم. ما تنسيوش بالنسبه للي زوار جدد، ما تنسيوش لايك للفيديو، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. نبداو بسم الله، نضيفوا في الماء بشويه بشويه ونعجنوا كما تشوفوا لنا هكا. العجينه نتاعنا ما لازمهاش تكون طريه برشا هكا، نضيفوا الماء بشويه بشويه ونعجنوا. هذه هكا العجينه نتاعي بعد ما خدمتها بالبهي، شوفوا كيفاش ولات رطبه. نخليوها ترتاح ونتعدي ونحضر مع بعضنا الحشو. بالنسبه للحشو لهنا انا خديت زر نتاع الدجاج كما تشوفوا لهنا هكا، فرمته معاه حبه بصل كبيره كيما هكا، وهذه هي فروماج موزاريلا رابي، وهذه هي لفاح لهنا باش نفوح به الدجاج، فلفل اسود، ملح، زعتر، تبلو كرويه كليل، وهذه هي فلفل شايح كما تشوفوا لهنا هكا. اول حاجه نعملها شويه زيت زيتونه في المقله، نحط الطاجن نتاعي يسخن كما تشوفوا هكا، باش نضيف فيه شويه زيت زيتونه، باش نضيف عليه البصل هكا ونخلي البصل يذبل شويه هكا. طول هنا هذه هكا البصل بدا يذبل، باش نضيف عليه الدجاج اللحم المفروم هكا. ونضيف البهارات نتاعي كل هكا ونخليه يطيب. توا لهنا هذه الحشو نتاعي كيما تشوفوا لهنا طاب، زدت شويه فلفل الوان احمر واخضر، هذه هكا الفرماج موتزوريلا، وهذه هكا توا باش نبداو نقسموا العجينه نتاعنا. بسم الله، هذه العجينه نتاعنا بعد ما ارتاحت، باش ناخذ البلون دو ترافاي نتاعي باش نحط عليه فرينه، وباش نقسم عليه العجينه نتاعي كويرات كيما تشوفوا هكا. العجينة نتاعنا هكا كويرات ماهماش كبار برشا، شوية فرينة هكا باش متلصقناش.
سخنت الطاجن نتاعي وحطيتها تطيب. حبيت نوريكم اذا مش متوفر عندكم الطاجن هذيك نتاع المرصوت اللي هو رزين، نجمو نعملوها على المقله كما تشوفوا لهنا. هذه المقله انا عملتها للشوي، ناخذ شويه زبده من فوق هكا، هذيك قلبتها على الشيره الاولى، ناخذ هكا شويه زبده من فوق بعد ما قلبتها ونخليها تحمر في عقلها. شوفوا لهنا كيفاش معناتها الخميره لا حتى شيء، ما شاء الله كيفاش قاعده تتنفخ تتنفخ. شوفوا لهنا كيفاش معناتها الخميره لا شيء، ما شاء الله قاعده الخبيزات نتاعنا تنفخ كيف البالونه. شوفوا كيفاش هكا. شوفوا لهنا خلي بالكم وهي مازالت تطيب، بسم الله مازالت تطيب. حقيقة غشوني فيه الفرماج يطلع ما يتجبدش. تو هذه هكا الشكل النهائي نتاع الخبيزات نتاعنا، والا نسميهم كيما نسميهم خبزات هكا محشيين، خبزات محشيين. هذه هكا تو الشكل النهائي نتاع الخبيزات نتاعنا. نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، ما تنساوش تخليولي جيم